بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف التاسع، هذا الفيديو هو مخصص لحل أسئلة درس زوايا الانخفاض والارتفاع. طيب، ببلش بالسؤال الأول. يقول لك في عندي حديقة مربعة الشكل وضلعها جذر 200 متر. طيب، راح أرسم أنا هسه هون، طبعا بس راح أرسم السؤال ثلاثية الأبعاد لأنه هيك السؤال بتطلب، فمش راح أرسم أنا مربع مباشرة، راح أرسم مربع على من ناحية ثلاثية الأبعاد. مربع من ناحية ثلاثية الأبعاد راح يكون بالصورة هاي، بضلع هيك، بضلع هيك، هيك، هيك. طيب، على هاي الحديقة بحكي لك طول ضلعها جذر 200 متر، جذر 200 متر. طيب، هلا بقول لك رصدت قمة عمود إنارة مثبت على الطرف الآخر لهذا القطر. في إن قطر، القطر طبعا بنعرف احنا بوصل بين زاويتين متقابلات، يكون القطر من هون هون. تمام، هسه في عندي أنا عمود إنارة موجود على أحد الزوايا، هاي عمود إنارة، هذا هو العمود. تمام، هذا العمود الإنارة. تمام، طيب، رصدت قمة عمود إنارة مثبتة على الطرف الآخر لهذا القطر، فكانت زاوية الارتفاع قمة العمود 22. طيب، فاحنا هنا راح نوصل بين قمة العمود، راح نوصل بين قمة العمود الطرف الآخر للقطر. تمام، طيب، المطلوب طبعا هم معطين انه زاوية الارتفاع، هاي زاوية الارتفاع هاي 22 درجة، 22 درجة. تمام، مرة أحسن، هاي 22 درجة. بدي أعرف قديش ارتفاع العمود، بدي أعرف قديش ارتفاع العمود، خلينا نسميك مثلا ف. طيب، هسا إذا ما قدرت تتصور الموضوع، فأنا رسمت لك الموضوع ثلاثي الأبعاد عشان أساعدك. طبعا هي رسمته باستخدام برنامج. طيب، فرسمت لك أنا الشكل ثلاثي الأبعاد. تمام، هاي الشكل عندنا، هاي الحديقة عندي، الحديقة المربعة. تمام، وهي في عندي أنا هون بالزاوية، في عندي هون بالزاوية اللي هو العمود. تمام، ومن اللي هي عندي هنا ملاحظ العمود متصل مع الزاوية المقابل له في القطر، فهذا الشكل أتوقع أنه المفروض أنه بيساعدك تتخيل كيف شكل الحديقة مع العمود مع المسافة اللي هي بين الزاويتين من خلال القطر. تمام، طيب، فهذا شكل. المطلوب أعرف قديش ارتفاع العمود، قديش ارتفاع العمود. طيب، نرجع للسلايد. طيب، أنا هون معطيني إنه زاوية الارتفاع أعطنيها 122. بما أن الحديقة مربعة، فالمفروض أنه المسافة اللي هي هاي المسافة،
هي نفس هذه المسافة، راح تكون برضو هذه جذر الميتين متر. طيب إذا ملاحظ إنه هذا هسه راح أقول أحدد لك إياه، هاي المنطقة اللي أنا محددها. إذا نرجع هسه على الشكل راح تلاحظ إنها عبارة عن مثلث قائم الزاوية، اللي هي هون مش مبين إنها مثلث قائم الزاوية، مش مبين إنها مثلث قائم الزاوية، لكن هسه بس نرجع على ثلاثية الأبعاد. طيب هاي الشكل عندي هون، طلع هلا انا بدي اطلع على الشكل من فوق، بدي اطلع الشكل من فوق، طلع اي مربع. هو انا عندي هون في المربع هذا طول الضلع جذر الميتين، تمام. طيب نرجع على الشكل عندنا هون، فالمثلث هذا القائم معروف منه ضلعين، فانا بدي اعرف قديش طول الضلع الثالث اللي هو خلينا نسمي هذه النقطة، نسمي هذه النقطة ألف، تمام، وهذه النقطة باء. بدي أعرف قديش المسافة، خلينا نسميها سين، مسافة سين بين يعني طول القطر، باختصار طول القطر في الحديقة. طيب ما دام مثلث قائم الزاوية، حكينا دائما بتشوف مثلث قائم الزاوية، خلي ببالك موضوع فيثاغورس. ففيثاغورس بيحكي لنا اللي هو الوتر تربيع، اللي هو عندنا هون مين؟ سين، فراح يكون عندنا هون سين تربيع يساوي الضلع الأول اللي هو جذر الميتين تربيع، زائد الضلع الثاني برضه مربع جذر الميتين تربيع، تمام. معناته سين تربيع تساوي لما تربع الجذر بده يروح بده يصفي عندي هون 200 زائد 200. طيب 200 زائد 200 يساوي 400، إذا هون 400 يساوي سين تربيع. بدي أخلص من التربيع بدي أخذ الجذر للطرفين، جذر إذا راح يطلع لنا سين تساوي 20 متر. طيب فإذا المسافة أو طول القطر عندي هون في الشكل اللي هي تمثل سين راح تكون قديش؟ راح تكون 20 متر. هذه المسافة 20 متر. طيب هسا أنا بدي أعرف الارتفاع تبع العمود، بدي أعرف ارتفاع تبع العمود. طيب هلا هون صار في عندي برضو اذا ملاحظ اللي صار في عندي هون في كمان مثلث، انا اقول لك يا هسه هون بدي احدد لك المثلث باللون احمر اللي هو هذا احمر، هذا في عندنا هون ايش مثلث برضو، هذا المثلث برضو كمان قائم الزاوية، هذا المثلث قائم الزاوية. هلا راح اورجيك بثلاثية الابعاد كيف مثلث قائم الزاوية. طيب نرجع لهون لثلاثي الأبعاد، طلع على هون بدي أحرك، بدي أخذ زي مقطع جانبي أطلع عليه، هاي المنظر تبع اللي هو العمود، تمام، مع الزاوية المقابل إله، تمام. فهون هي عندي أنا مش هون، في عندي إذا ملاحظين هون في عندي إيش؟ في عندي مثلث قائم الزاوية. هسه مثلث قائم الزاوية هذا بيمثل المسافة بين اللي هو طول القطر وزاوية الارتفاع والعمود. فبدي أعرف قديش ارتفاع العمود أنا. نرجع لهون. هسه أنا عندي ارتفاع العمود بدي أستخدم علاقة فيها الزاوية معروف والمجاور معروف، وبدي ايش؟ بدي المقابل للزاوية 22. فأنا الارتفاع يمثل المقابل، وفي عندي أنا المجاور حسبناه قبل شوي اللي هو 20 متر، مقابل ومجاور. إذا بدي أستخدم علاقة الظل، إذا هون نقدر نحكي بكل بساطة
إنه ظل، ظل اللي هو 22، الزاوية 22 يساوي اللي هو عندنا المقابل، شو يمثل؟ يمثل فاء اللي هو طول العمود على المجاور اللي هي إيش؟ القطر. القطر تمام. هسا ظل 22، بنستخدم آلة حاسبة، 22 بدي ظل 22 بعطيني تقريبا 4 بالعشرة، تقريبا 4 بالعشرة. إذا هون ظل 22 4 على 10 يساوي ف اللي هي طول العمود على القطر اللي حسبناه اللي هو 20 تمام. ضرب تبادلي بصير عندك هنا 4 ضرب 20 يساوي 10 ف. أنا بدي أعرف قديش طول العمود، قسم الطرفين على 10، الصفر هذا بنروح مع الصفر هذا، إذا هنا راح يطلع عندك طول العمود اللي هو ف، ف تساوي 8 متر بكل بساطة تمام. هاي خلصنا من السؤال الأول. نروح على السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لك عندي رصد سامر طائرة عمودية من نقطة على سطح الأرض فكانت زاوية ارتفاعها 40، فإذا كان بعد الطائرة عن سامر في تلك اللحظة يساوي 2000 متر، فما ارتفاع الطائرة عن سطح الأرض حين ذاك؟ طيب أنا هنا جبت لك صورة طيارة عشان نخلي الموضوع تصوري. طيب هاي أنا عندي، أنا عندي هنا طيارة تمام، فبقول لك إنه أنا عندي الطائرة العمودية رصدناها عن من نقطة على الأرض، عندي أنا هاي، هاي الأرض بدي أرسم الأرض، خط الأفقي يمثل الأرض تمام، خط أفقي يمثل الأرض تمام. هلا من نقطة، من نقطة على سطح الأرض، خلنا نفرض النقطة هون، نفرض النقطة هون. طيب النقطة من هون رصدت اللي هي الطائرة العمودية، فكانت زاوية الارتفاع، فكانت زاوية الارتفاع 40 درجة. طيب يعني هيك بتكون هون هيك تمام. هسه هون زاوية الارتفاع اللي هي هاي، زاوية الارتفاع معطيني اياها قديش؟ 40 درجة تمام. طيب فاذا كان بعد، بعد سامر اللي هو سامر مثل النقطة، يعني هون سامر، هون سامر النقطة هاي، المسافة هاي بين الطيارة وسامر 2000 متر، 2000 متر. المطلوب بدي أعرف قديش ارتفاع الطيارة، قديش ارتفاع الطيارة عن، ارتفاع الطيارة عن سطح الأرض، دار قديش. فأنت هون بتلاحظ إنه صار في عندي يتكون مثلث قائم الزاوية، هاي المثلث، صار في عندي هون مثلث قائم الزاوية، وما أحلى مثلث قائم الزاوية. هلا مع الحل تصير أمور بسيطة. طيب هلا أنا بدي أعرف قديش ارتفاع الطائرة، يعني ارتفاع الطائرة بده يكون اللي هو أنا بدي هاي المسافة، بدي أنا هاي المسافة قديش، هنسميها عين، هنسميها عين. طيب هسا بكل بساطة معطيني الزاوية، معطيني طول ضلع، بدي أستخدم نسب مثلثية، أنو نسبة مثلثية مناسبة
أنا بدي أعرف المقابل للزاوية 40، ومعروف عندي الوتر، بدي علاقة تربط المقابل مع الوتر. العلاقة التي تربط المقابل مع الوتر هي علاقة الجيب. فإذا هون نقدر نحكي جيب الأربعين، جيب الأربعين يساوي المقابل على الوتر. تمام، جيب الأربعين، نروح نجيب الآلة حاسبة. هاي الأربعين بدي الجيب 64% تقريبا، 64%. هون بنحكي له 64 على 100 يساوي المقابل اللي هو أنا بدي أعرفه اللي هو عين، على الوتر اللي هو 2000 متر، ضرب تبادلي. ضرب تبادلي شو راح يعطيني؟ راح يعطيني عين أو 100 عين، 100 عين، 100 عين يساوي 64 ضرب 2000. بدي أعرف قديش عين، قسم الطرفين على 100. تمام، هاي 100 مع 100 راحت، 0 مع 0 0 مع 0. إذا هنا حيكون عندي عين تساوي 64 ضرب 20، ويساوي حاسبة 64 ضرب 20 يساوي 1280 متر. إذا المسافة العمودية بين الطائرة العمودية والأرض 1280 متر. هذه المسافة 1280 متر. بالنسبة للسؤال الثاني، نروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث، وقف أكرم بين عمارتين ألف باء على بعد 30 40 متر على الترتيب. انظر إلى الشكل، هاي الشكل قدامنا، زاويتا الارتفاع كل من العمارتين هما 60 25 على الترتيب، فجد ارتفاع كل من العمارتين. طيب إن هون معناته هذه الزاوية 60، وهذه الزاوية 25، زاوية الارتفاع. تمام، لهون أنا عارف هذه المسافة، عارف هذه المسافة، بدي أعرف قديش ارتفاع العمارة، قديش ارتفاع العمارة هون. ونفس الإشي هون معطيني مسافة بين أكرم والعمارة الثانية، بدي أعرف برضو قديش الارتفاع تبع العمارة باء. طيب بكل بساطة شديدة، يعني السؤال كثير بسيط. أنا هسه هون معطيني، هاي عندنا هون النقطة هاي تمثل أكرم، هذه النقطة تمثل أكرم، معطيني الزاوية ومعطيني الضلع، فبدي أعرف الارتفاع. بدي علاقة بالنسبة المثلثية بين اللي هو المجاور والمقابل، أو المقابل والمجاور، اللي هي علاقة الظل. أنا هون بدي أروح أحكي له ظل الستين يساوي اللي هو المقابل على المجاور. طيب ظل الستين 60 ظلها اللي هو 1.73%، 1.73%، 1 أو 173 على 100 يساوي المقابل اللي هو فا 1 اللي أنا بدي أعرفها عن المجاور اللي هو قديش،
اللي هو 30. إذن فواحد فواحد ومية، نحط تحت هون أحسن. طيب معناته هون ضرب تبادلي راح يكون عندي 100 × 1 يساوي 173 ضرب 30 قسم على 100 قسم على 100. الآن حسبه، خلنا نختصر هذا صفر مع صفر هنا، بصفي عندك هون كمان 173 في 3 على 10 173 ضرب 3 يساوي تقسيم 10 يساوي، إذن بطلع تقريبا 52 متر، ويساوي ضمن ذلك إنه فا واحد يساوي قديش حكينا 52 متر. 52 متر، إذن هون 52 متر طبعا تقريبا. هي ارتفاع العمارة الأولى. ارتفاع العمارة الثانية بده يكون يعني نفس الإشي، يعني هون خلينا نمحي هذا الحكي بس مش له داعي، حسبنا ارتفاع العمارة الأولى تمام. نرجع هون، إذا هون ارتفاع العمارة الأولى 52 متر. طيب ارتفاع العمارة الثانية نفس الإشي، نفس الاستراتيجية راح تكون، أنا في عندي زاوية وفي عندي مجاور وبدي أعرف مقابل، برضو كمان راح نستخدم علاقة الظل، فهون خلينا نأخذ علاقة الظل. نأخذ علاقة الظل، ظل 25 هون راح احكي له ظل 25. طيب ظل 25 هون معناته ظل 25 على الحاسبة هاي 20 25، بدي اخذ ظلها اللي هو خلينا نحكي 47%، 47% تقريبا، من هون نحكي له 47 على 100 يساوي المقابل اللي هو فا 2، المقابل اللي هو فا 2 على المجاور اللي هو 40. بدنا نضرب ضرب تبادلي، إذا راح تكون عندنا فا 2 ومية، مية فا 2، مية فا 2 فا 2 يساوي 47 ضرب 40، بعدين نقسم على 100، نقسم على 100 صفر مع صفر، إذا 47 × 4 على 10 47 × 4 يساوي تقسيم 10 يساوي 18.8 متر، إذا فا تساوي 18.8 متر تقريبا. طيب فإذا هنا ارتفاع العمارة الثانية راح يكون عندي تقريبا، هنحط 19 تقريبا، خليها 18.8 مش مشكلة متر. فهي عرفنا ارتفاع العمارة الأولى وارتفاع العمارة الثانية. طيب راح أطلب منك مطلوب إضافي هون في السؤال وتحاول تحله، تحاول تحله. بدي أعرف قديش المسافة
مو بإضافي. بدي أعرف قديش المسافة لهاي المسافة. طيب طلع كيف بدي أفكر في السؤال؟ بكل بساطة راح آخذ مسافة، راح آخذ هذه المسافة أنا، تمام، الأفقية، راح آخذ هذه المسافة الأفقية. طيب أنا هسه هون خلينا نحكي إنه هاي 19 متر بالتسهيل، يعني وهاي 19 متر، فأنا هذه المسافة راح تكون 19 متر. كيف بدي أعرف هذه المسافة اللي من هون لهون؟ هذه المسافة قديش ارتفاع هذه المسافة؟ راح تكون عبارة عن 52 متر ناقص 19 متر. راح أعرف قديش المسافة هاي وتساوي. طيب عندي هون 52 ناقص 19 متر يساوي 33 متر. 33 متر. إذا هاي المسافة 33 متر. طيب هسه هاي المسافة معروفة، وهذه المسافة هي عبارة عن 30 و40 اللي هي هاي 70 متر. جميل، لأن هون برضو صار في عندي، إذا بنلاحظ صار في عندي هون برضو مثلث قائم الزاوية، هذا المثلث قائم الزاوية، خلاص انحلت مشكلتنا. نرجع لإيش؟ لفيثاغورس. نرجع لفيثاغورس. فيثاغورس شو بحكي لنا؟ الوتر تربيع. أسمي هذه المسافة، نسميها فا ثلاثة. بدي أسميها فا 3، تمام. المسافة هاي فا 3 باستخدام نظرية فيثاغورس بدنا نحكي له التالي: فا 3 تربيع يساوي 33 تربيع زائد 70 تربيع، ويساوي 33 تربيع، 33 تربيع 1089، 1089 زائد 70 تربيع اللي هو 4900. طيب ويساوي 1089 زائد 4900 يساوي 5989، لأنه 989، 5989 اللي هي فا 3 تربيع. بدي أخذ الجذر التربيعي للطرفين عشان أخلص من التربيع. إذا فا 3 تساوي، بدي جذرها، بدي آخذ هاي أحكي له هنا نص نص، هي نفس الجذر. بطلع 77.4 متر. هذه المسافة، هذه تطلع 77.4، 77.4 متر. بتأمل يكون واضح السؤال، بالإضافة للمطلوبة زيادة أنا طلبت في هذا السؤال. نروح للسؤال الرابع. طيب بقول لك: ينظر رجل إلى قارب صيد من فوق
جسر يرتفع 15 متر عن سطح النهر، فإذا كانت زاوية الانخفاض القارب 28 درجة. طيب برضه هذا سؤال بسيط، في يعني عندنا واحد واقف فوق جسر، الارتفاع تبع الجسر، شخص واقف وهي الارتفاع تبع الجسر، هذا الارتفاع تبع الجسر تمام، هذا 15 متر، هذا 15 متر. طيب ينظر إلى قارب، طيب في عندي هون قارب، المفروض إنه هذا في عندي هون قارب، ماشي، على زاوية الانخفاض، زاوية الانخفاض ماشي، زاوية الانخفاض 28، هاي 28 درجة. طيب بدي المطلوب، بدي أعرف قديش المسافة بين القارب ونقطة في النهر أسفل الجسر، يعني بدي أعرف قديش هذه المسافة، بدي أعرف قديش هاي المسافة بين القارب ونقطة في النهر أسفل الجسر. طيب إحنا هون عندنا الزاوية تبعت الانخفاض 28، عندنا هذا بسموه خط أفقي. طيب في عندنا هون إحنا بنقدر نحكي إنه هذا عبارة عن خط أفقي، وهذا عبارة عن خط أفقي، تمام، خطين أفقيات في بيناتهم عندنا هون، أكيد راح يكون في عندي هون توازي، تمام، مدام في توازي هذا يمثل قاطع، هذا هو يمثل قاطع، هذا يمثل قاطع، معناته أنا في عندي هذه الزاوية، هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية بالتبادل، فأكيد هذه الزاوية عندي كمان 28 درجة، 28 درجة. بس أنا بدي أعرف المسافة هاي، بدي أعرف المسافة هاي. طيب معروف عندي أنا الزاوية، ومعروف عندي الضلع المقابل، بدي أعرف المجاور، علاقة تربط بين المقابل والمجاور اللي هي ظل، هي ظل، فأنا هون بقدر أحكي بكل بساطة ظل 28 يساوي اللي هو خلينا نسمي هاي فا، برضو خلينا نسمي هاي فا، بتكون عندك المقابل على المقابل، المقابل على المجاور، ويساوي ظل 28، ظل 53% على 100 يساوي المقابل هو 15 متر على المسافة اللي هي فا، اللي بدي أعرف قديش هي، ضرب تبادلي، إذا هون بطلع عندك 53 فا، 53 فا يساوي 1500. طيب قسم على 53، قسم على 53، 1500 تقسيم 53 يساوي يعني تقريبا 28 متر، تقريبا 28 متر. فإذا هون بحكي له ف تساوي 28.3 متر. إذا هون، إذا المسافة بين القارب
بين القارب وهذا 28، 28.3 متر. طيب شو المطلوب الثاني؟ المطلوب الثاني المسافة بين الرجل، المسافة بين الرجل والقارب، اللي هي هذه المسافة. تعرف هسه هاي المسافة قديش؟ طيب هون انت بتقدر تستخدم فيثاغورس طبعا عشان تعرف، وبتقدر تستخدم نسب مثلثية يعني زي ما بدك. احنا خلينا نستخدم نسب مثلثية، استخدم نسب مثلثية. قال لي انا يعني استخدم جيب، جيب استخدم جيب، جيب جيب 28 يساوي المقابل على الوتر اللي هو خلينا نسمي هذه، خلينا نسميها سين، نسميها إذن هون المقابل على الوتر اللي هو 15، المقابل الزاوية 28 15 على الوتر اللي هو السين. طيب بدي هسه أنا أجيب جيب 28، 28 الجيب 47%، 47%. طيب هون أحسن، إذن هون بقدر أحكي له 47 على 100 يساوي 15 على سين ضرب تبادلي يعطيني 47 سين، 47 سين يساوي 1500، 1500 على 47 على 47، 1500 على 47، 1500 تقسيم 47 يساوي 32 متر تقريبا، سين تساوي 32 متر. طيب حابين تتأكدوا، تعال خلينا نستخدم فيثاغورس، اللي ما مقتنع بده يستخدم فيثاغورس. طيب نستخدم فيثاغورس، فيثاغورس شو بيحكي لنا؟ الوتر تربيع اللي هون راح تكون سين تربيع، سين تربيع تساوي اللي هو الضلع الأول اللي هو 15 تربيع زائد 28.3 تربيع ويساوي 15 تربيع اللي هو 225 زائد 28.3 تربيع، 28.3 تربيع 800.9 بالعشرة، يعني 801 بنحكي، 801 ويساوي 1026، 1026 اللي هي ايش؟ يعني سين تربيع تساوي 1026. طيب نعتبر هاي 801 زائد 225 يساوي 1026، بدي ناخذ الجذر ويساوي قديش طلع عندي؟ سين تساوي 32 متر. إذا تلاحظ هون شو صار؟ طلع عندي نفس الجواب. طيب نروح للسؤال الأخير. السؤال الأخير بيقول لك وضعت كاميرا للمراقبة على ارتفاع 3 متر فوق سطح غرفة المراقبة المدخل الذي يبعد 5 أمتار عن الغرفة، جد زاوية الانخفاض. طيب
بسيط جدا. انا هاي في عندي غرفة، في عندي غرفة وعندي هون، في عندي هون مدخل. طيب هسه بقول لك الارتفاع، الارتفاع تبع اللي هو الكاميرا. انا حطيت في عندي هون كاميرا، هون حطونا كاميرا. تمام، هاي كاميرا مثلا، فهون هذا الارتفاع تبع الكاميرا 3 متر، والمسافة، المسافة بين الغرفة والمدخل 5 متر. إذن هاي 3 متر، وهذه المسافة 5 متر. بده يعرف قديش زاوية، بده يعرف قديش زاوية الانخفاض. يعني بدي أعرف قديش الزاوية هاي، بدي أعرف قديش الزاوية هاي. طب إذا أخذنا خط أفقي من هون هيك، بدي أعرف قديش هاي الزاوية. طبعا هاي الزاوية هي نفسها هذه الزاوية. طيب عندي هون، كيف بدي أعرف الزاوية؟ طيب أنا هون في عندي بالنسبة للزاوية هاي، في عندي معروف مقابل ومعروف عندي مجاور، علاقة تربط بين المقابل والمجاور اللي هي الظل. بكل بساطة بحكي له ظل، ظل خلينا نسمي الزاوية هاي نسميها ها، نسميها ها. فظل، فظل الها يساوي المقابل على المجاور. طيب ويساوي قديش المقابل؟ 3 متر على المجاور 5. فظل الها، ظل الها يساوي 3 على 5. طب كيف بدي اطلع الزاوية انا؟ هون السؤال. بكل بساطة بتروح على الآلة الحاسبة تحكي له 3 تقسيم 5 يساوي 6 بالعشرة. هسا انا بدي اطلع الزاوية، هسا ظل الها يساوي 6 بالعشرة، بس هذا لا يعني هي شو هي الزاوية، هذا ظل الزاوية. عشان اطلع الزاوية بدي اخذ اللي هو الانفرس او معكوس، بدي اخذ المعكوس اللي هو التان انفرس لستة بالعشرة، بعطيني يساوي تقريبا 31 درجة. هذه الزاوية 31، اذا هذه الزاوية 31 درجة. طيب بتأمل يكون الحل واضح لجميع الأسئلة. يعطيكم العافية.